مشاهدينا، وللحديث أكثر عن التطورات في قطاع غزة ودلالات إعلان واشنطن عن هدنة يومية لمدة 4 ساعات في ظل المجازر التي يرتكبها الاحتلال وتواصل نجاح المقاومة في صد محاولات الغزو والتوغل البري، معنا من اسطنبول الخبير والباحث العسكري العقيد حاتم الراوي. مساء الخير، أهلا بكم معنا. ومن مالمو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عدنان أبو شقرة، مرحبا بكم معنا. نبدأ مع الأستاذ عدنان. حماس تنفي التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، هل هناك قيمة بالفعل للإعلان الأمريكي عن هدنة ل4 ساعات في قطاع غزة في ظل المأساة الإنسانية في هذا القطاع المحاصر والذي يتعرض إلى قصف مستمر، والمشافي ليست بعيدة عن هذا القصف وآخرها مستشفى الإندونيسي؟ بداية تحية لك ولضيفك الكريم، والرحمة لشهداء فلسطين والعافية لشهداء فلسطين والنصر لمقاومة فلسطين. هذه الهدنة هي لا قيمة لها، يعني نحن منذ أيام تحدث مجموعة من الموالين للكيان الصهيوني في أمريكا بأنه على هذا الكيان أن يظهر نواياه الإنسانية حتى لا يخسر مزيدا من التضامن الشعبي الموجود في العالم. نعم. وهذا الذي هذا التضامن الذي كان بالبداية. لا تستطيع أن تتحدث عن هدنة إنسانية وأنت ترتكب المجازر، يعني 4 ساعات حتى لو أنت أردت أن تقول للناس أخرجوا من منازلكم إلى مكان آخر يحتاج إلى أكثر من 4 ساعات، هي فقط لذر الرماد في العيون، وهي محاولة على الأقل لتضليل الرأي العام العالمي والعربي بأن هناك محاولات فعلا إنسانية لإدخال المساعدات إلى غزة ومحاولة حماية المدنيين. من ارتكب هذه المجازر، مئات المجازر بحق الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن يكون حريص على المدنيين. من قصف المستشفيات في قطاع غزة لا يمكن أن يكون حريص على المدنيين، ولكن هي لعبة أمريكية، محاولة للاستفادة من الوقت والمحاولة على إخراج جزء من المعتقلين في داخل القطاع، ولكن أنا أراها أنها ليست أكثر من لعبة سياسية ولعبة كلامية. من يريد الهدنة عليه أن يقوم بهدنة على الأقل لبضعة أيام حتى تستطيع الناس أن تحصل على الماء والدواء والأكل والوقود. نعم، يعني ألا ترى في ذات الوقت أن واشنطن لا تزال لا تكترث لحياة المدنيين في قطاع غزة؟ عشرات الآلاف قتلوا وجرحوا، بينما لا يزال ملف المحتجزين هو يعني توليه الاهتمام الأول واشنطن. وهذا القصد في هذه الهدنة. يعني نحن نعرف أن ويليام بيرنز ذهب إلى قطر وهو لا يتحدث عن الفلسطينيين، ويتحدث عن الرهائن الموجودة في قطاع غزة. يعني هو لا يكترث كما تفضلت بالشعب الفلسطيني ولا بالأطفال الفلسطينيين ولا بالنساء، هو يكترث فقط بهؤلاء الأمريكان الذين موجودون حاليا في غزة. ويجب أن لا ننسى، الكثير يتناسى، أن جزء من هؤلاء هم كانوا ضمن الجيش الصهيوني، يعني هم جنود في الجيش الإسرائيلي. نعم. يعني عندما يريدوا يكونوا مواطنين أمريكيين وعندما يريدوا يكونوا جنود إسرائيليين، فلذلك يجب عدم نسيان هذا الأمر، أن جزء من هؤلاء الأجانب الموجودين في قطاع غزة هم كانوا جزء من الجيش الصهيوني. نعم، طيب نشرك معنا العقيد حاتم الراوي. سيادة العقيد، مع تأكيد واشنطن على وجود هدنة، حماس نفت ذلك، ما قيمة هذه الهدن المعلنة على الصعيد العسكري ولا سيما من جانب الاحتلال؟ سلامي لك أستاذي الكريم ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. الحقيقة بداية، يعني قبل أن أجيب على السؤال، نعم، أقول أنني أنا بقيت 53 عام على احتكاك مباشر مع إسرائيل لأني أعمل كضابط في سلاح الجو السوري. نعم. وبالتالي فنحن على احتكاك دائم مع إسرائيل. أستطيع أن أقول الآن لويت ذراع إسرائيل ولأول مرة منذ نشأتها إلى اليوم. هذه عن المعركة بشكل عام، وهذه لأول مرة يلوى ذراع إسرائيل بهذه الصورة. أما بالنسبة لمسألة الهدن أستاذ الكريم، مسألة الهدن
يعني عندما يعني تقر هدنة 4 ساعات، ماذا تعني 4 ساعات؟ 4 ساعات بالنسبة للجانب الإسرائيلي يستفيدون منها كثيراً، لأنهم يكونون يعني بإمكانهم تغيير مواضعهم وإعادة انتشارهم مرة أخرى، لأنهم الذين يملكون الحركة. أما بالنسبة لهدنة 4 ساعات، لا المدني سيستفيد منها في غزة ولا العسكريين، يعني أكثر من ترميمات سريعة جدا ويعني إعادة تموضع محلي يعني ضمن تموضعهم الحالي، غير كافية للانتشار، إعادة الانتشار أو التنقل. وأنت تلاحظ أن يعني لا أمريكا أعطت حتى الآن خطا مستقيما لسير معارك غزة وإلى أين ذاهب غزة وما دور أمريكا في يعني إيقاف هذا السيل من دماء الأطفال والشيوخ والنساء، ولا إسرائيل التي تتخبط ولأول مرة. يعني أنا قلت لك أنني على احتكاك بمعارك مباشرة مع إسرائيل، لم أرى إسرائيل متخبطة وعاجزة عن اتخاذ قرار سليم وواضح مثل هذه المرة. القرارات الإسرائيلية حتى الآن، طبعا يعني إذا أردنا أن نتوسع بهذا المجال فيعني وسريعا، نتنياهو مكانه مهزوز في الشارع الإسرائيلي وأراد أن يحقق نصرا، فجلب على إسرائيل الويل والثبور وعظائم الأمور، وجلب عليها كارثة لم تمر بها إسرائيل ولم تكون تتوقع أنها ستلاقي مثل هذه الخسائر في يوم من الأيام ما تعودت عليها، لا سيما وأن إسرائيل تقاتل بالعقيدة الغربية. العقيدة الغربية هي الحرص الشديد على العنصر البشري وتأمينه قدر الإمكان وعدم التضحية به. لذلك الوضع متخبط في إسرائيل، وأرى أن المقاتلين في غزة لا يزالون يمسكون حتى زمام المبادرة، يعني حتى زمام المبادرة استطاعوا أن يختطفوه من يد إسرائيل ذات السلاح المتطور والطيران ويعني القنابل المضادة للخنادق والجيش الذي لا يقهر والطيران الذي لا يقهر. لذلك أنا أقول لا تزال الكفة بصالح المقاومة الفلسطينية، والهدنة لا تعني شيء بالنسبة لها. وفي هذا الإطار أيضا، من خلال المشاهد التي نشرتها المقاومة وكتائبها، إلى أي مدى تعتقد أن هناك قدرة على الصمود والمواصلة في هذه الحرب والعمليات العسكرية؟ ما دلالات الرقم الذي أعلنته المقاومة بتدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية دمرت كليا أو جزئيا؟ هذا الرقم إلى أي مدى يشكل قوة للمقاومة على الناحية العسكرية وكذلك الاقتصادية؟ كم كلفت الاحتلال وما هي يعني الدلالات؟ بالنسبة للخسائر في العتاد، طبعا يعني نحن لا نستطيع تأكيد الرقم، لكن بكل الحالات الرقم كبير جدا في المدرعات أو في خسائر إسرائيل من الدبابات، لأنه قياسا بباقي الخسائر وقياسا بمجرى المعارك نجد أن الرقم لابد أن يكون كبير في الآليات سواء مدرعة أو غير مدرعة، هذه من ناحية. أما كخسائر يعني تأثيرها على الاقتصاد، الاقتصاد انهك تماما بدون خسائر السلاح، يعني بدون ثمن السلاح إسرائيل تجمد فيها كل شيء الآن، وبالتالي الخسارة أكبر بكثير من أسعار السلاح. هذا ما جرى حتى الآن في غزة. أما مدى يعني ما تستطيع المقاومة الصمود فيه، يعني نضع الجيش الإسرائيلي والمقاومة كل في كفة، الاثنان يتألمون، لكن إسرائيل في الكفة غير متعودة على هذا الألم، لذلك يوجعها كثيرا، وخاصة أن الأعداد كبرت. وأما بالنسبة للفلسطينيين فهو نذر نفسه لهذه المهمة. لذلك أنا أقول أن المعادلة تعقدت إلى درجة كبيرة جدا،
ولا بد من إيقاف المعركة، لا غالب ولا مغلوب، وهذا أيضا يعني سيودي بنهاية نتنياهو وهو يعرف يعتبر ذلك. أصلا خسارة إلى نتنياهو. طيب نعم أستاذ عدنان، الضفة الغربية على الجانب الآخر إلى أي مدى تبدو تواقى الاختبار تغيير في استراتيجية تعامل السلطة مع الاحتلال وسط الجرائم المرتكبة ضدهم والحصيلة، حصيلة الضحايا مستمرة مع الاقتحامات، اليوم مقتل 13 فلسطيني وإصابة آخرين بالضفة الغربية ومع اشتباكات في مخيم جنين؟ يعني للأسف نحن كنا نتوقع أن تكون هناك حركة أكبر في الضفة الغربية، الشباب المقاوم في الضفة الغربية يقاتل باللحم العاري، ولكن المشكلة أن هذه السلطة التي تملك بعض الأدوات بعض الأوراق القوية لا تستعمل هذه الأوراق. يعني خذ مثلا قضية التنسيق الأمني، نحن نستطيع أن نرمي هذه الورقة بوجه الاحتلال الصهيوني ونقول له لن يكون هناك تنسيق أمني، بل ستقوم عناصر الشرطة الفلسطينية وقوى الأمن الفلسطينية بالمشاركة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني. هذه النقطة. النقطة الأخرى، تستطيع السلطة الفلسطينية أن تتوجه إلى المحكمة، محكمة جرائم الحرب. يعني حاليا في أوروبا هناك توجهات كبيرة جدا من مجموعات حقوقية برفع دعاوى على الكيان الصهيوني، وحتى ليس فقط على الكيان الصهيوني، حتى على القيادات الأوروبية التي تساند الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية. السلطة الفلسطينية تستطيع أن تستعمل هذه الورقة. نعم. والورقة الأخيرة التي تستطيع السلطة الفلسطينية أن تعلن أنها إذا استمرت هذه الحرب، هذه الحرب حرب الإبادة على قطاع غزة والمقاومة الأسطورية في قطاع غزة، بأنها ستحل نفسها من جميع الاتفاقيات وخصوصا اتفاقية أوسلو التي جعلت الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية احتلال مريح، هو لا يدفع أي ثمن ولكن يحتل الأراضي الفلسطينية، يقمع الشعب الفلسطيني، يسرق الأراضي الفلسطينية، يجرف الأراضي الفلسطينية، يعتدي على المقدسات وعلى المؤمنين. نعم. ونجد بأنه لا يدفع ثمن هناك. نعم. طيب أستاذ حاتم، مع يعني التوجه الأمريكي بتزويد الاحتلال صواريخ رافائيل سبيس المضادة للأنفاق وكذلك الأفراد، هل ترى بالفعل يمكن أن تحدث هذه الصواريخ أي فارق بخفض خسائر الاحتلال بمقابل أريحية المقاومة بالتحرك داخل الأنفاق وشبكة الأنفاق التي تبلغ 1300 كما يعني أعلن عنها؟ يعني لا أستطيع أن أنكر أن تزويد إسرائيل بهذا النوع من القذائف أو الصواريخ سيؤثر على المقاومة، لكن سرية هذه الخنادق والأنفاق وعدم يعني معرفة بدقة أين تكون تنتشر هذه الشبكة وأين هي الأعصاب الرئيسية المؤثرة وأين هي الأعصاب التي يمكن الاستغناء عنها، وعادة في مثل هذه الأنفاق توجد دائما أبواب بديلة، بحيث أنه إذا يعني تم تدمير جزء من الخندق بالإمكان الانتقال إلى خندق آخر ببساطة. نعم. هل هذه الشبكة موجود مخططها ويعني وبأدق التفاصيل لدى العدو؟ أنا لا أعتقد، ولو كانت إسرائيل أو أمريكا يعني قد وصلت إلى مثل هذه الخنادق، خنادق غزة بالذات، لا مجرد أن بدأت المعركة لبدأتها بتكتيك مختلف تماما، ولا كثفت الضربات من الجو بقنابل متخصصة فقط للخنادق، وليس هذا الضرب العشوائي الذي نراه يحرق الأخضر واليابس ويدمر المباني ويقتل الأطفال والنساء ودون جدوى. نعم. دون جدوى، لأنه المقاتل لا يزال في مكانه وهو سليم وآمن ويقاتل ويقتل. لذلك أنا أرى أن المعادلة يعني أكثر من معقدة، ومما ألجأ أمريكا إلى تزويد إسرائيل بهذا النوع من القنابل. نعم. التي قد تؤثر لكن سيكون التأثير طفيف وليس جذري.
طيب أستاذ عدنان، مع مواجهة رئيس حزب العمال البريطاني مأزقا بسبب موقفه من غزة، إلى أي مدى أو هل يمكن أن تكون هذه بداية لتراجع أيضا للموقفين الأوروبي والأمريكي الداعم بطريقة مباشرة لإسرائيل؟ طبيعي، نحن لاحظنا منذ بداية طوفان الأقصى أن السردية الإسرائيلية كانت موجودة على لسان جميع القيادات السياسية سواء في أمريكا أو في أوروبا وحتى في وسائل الإعلام، يعني هم أخذوا السردية الإسرائيلية وبدأوا ينشروها بطريقة كبيرة جدا، وقد تعلمت صهاينة من معركة سيف القدس أن الإعلام هو سلاح فعال كما هو السلاح في أرض المعركة. في البداية كانت كل القيادات الأوروبية وحتى القيادات الأمريكية تدعم الكيان الصهيوني وتريد تدمير غزة بما فيها، ولكن المظاهرات الكبيرة التي بدأت تخرج في أوروبا واستيعاب الشعب الأوروبي والشعب الأمريكي لما يجري، وخصوصا أن رأينا كيف أن جزء كبير من الشباب اليهودي يعارض ويقول ليس باسمنا، رأينا كيف أن العرب والمسلمين في أمريكا هددوا بايدن بأنه لن ينتخبوه في المرة القادمة، رأينا في بريطانيا جزء من العرب والمسلمين يهددوا حزب العمال وانسحبوا من حزب العمال، والذين في حزب المحافظين كذلك. ولذلك وجدنا مثلا أن الشرطة البريطانية لم تلتزم بقرارات رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية التي تحاول أن تشوه هذه المظاهرات وتعتبرها أنها معادية للسامية. هناك تحول، وخصوصا أن هذا التحول وجدنا أن هناك شرخ كبير بين الشعوب الأوروبية والشعب الأمريكي وبين القيادة السياسية، وهذا ما سيفرض على هذه القيادة السياسية التراجع، ونحن بدأنا نراه سواء في أوروبا أو في أمريكا. نعم، نشكر ضيفينا من مالمو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عدنان أبو شقرة، وكذلك نشكر من إسطنبول الخبير والباحث العسكري العقيد حاتم الراوي. شكرا جزيلا على وجودكما معنا.